الأرضي المتين، والصلاة والسلام على المبعوث بالسيف رحمة للعالمين. أما بعد، اليوم طائرة حربية على يد أسود تنظيم القاعدة جبهة النصر حسب الله. اليوم في كفر حلب في ريف إدلب بفضل الله وكرمه تم إسقاط هذه الطائرة الحربية وإلقاء القبض على الطيار، والآن هو أسير عند أسود جبهة النصر. تكبير الله.